الله، مساءكم بكل خير متابعي الطقس العرب في الأردن. يسود طقس بارد نسبيا هذه الليلة في العاصمة عمان، تسجل فقط 15 درجة مئوية مع طقس صافي، الملموسة 15 والرطوبة مرتفعة 83% والرياح تكون خفيفة غربية اتجاه. بالنسبة للتوقعات الجوية لباقي مناطق المملكة، نبدأها شمالا، إربد رياح نشطة 28 إلى 16، مفرق أيضا رياح نشطة 30 إلى 17، جرش 28 إلى 15، وعجلون 26 إلى 14 مع رياح نشطة. المنطقة الوسطى البلقاء 28 إلى 17، عمان 28 إلى 18، الزرقاء 30 إلى 20، مأدبة 28 إلى 17، والبحر الميت 35 إلى 22. المنطقة الجنوبية الكرك 25 إلى 16، طفيلة 26 إلى 17، مع نوح 30 إلى 19، الشبك 25 إلى 16، والعقبة 35 إلى 25. المنطقة الشرقية رياح نشطة واتربة مثارة في الأزرق 34 إلى 19، الصفاوي 34 إلى 17، والرويشد 35 إلى 20. إلى اللقاء.